ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا هاتفيا نيفين شحاتة نائب رئيس تحرير الأهرام. ضيفتي الكريمة بعد التحية، كيف تابعت وسائل الإعلام الإقليمية والدولية هذه الفعاليات في المنتدى منتدى شباب العالم باعتباره منصة دولية مهمة؟ الحقيقة أحداثه كلها أحداث ثرية وأحداث مثمرة، خاصة إن بيشارك فيه جميع يعني شباب من نماذج من الشباب من جميع أنحاء العالم. والحقيقة كمان الحوار اللي عمله الرئيس امبارح مع المراسلين الأجانب وشرح فيه كل ما يحدث على أرض مصر بمنتهى الشفافية والمصداقية والصدق، عكس بصورة كبيرة جدا مكانة مصر وسط هذه الدول، وأن كل ما يحدث على أرض مصر من إنجازات ومشاريع استثمارية ومشاريع تهدف إلى خدمة الشعب المصري كلها ستصب بشكل أو بآخر على المجتمع العربي والإفريقي والعالم أجمع. فطبعا أنا شايفة الحقيقة أن كان في تغطية هائلة من جميع الصحف الأجنبية على مدار اليومين الماضيين وطبعا النهاردة لأحداث المنتدى وما تضمنه من جلسات، كلها جلسات ذات أهمية وبتصب في مصلحة الوطن وأيضا بتعكس صورة مصر في الجمهورية الجديدة، سواء خلال لقاء الرئيس مع المصريين الأجانب أو من خلال لقاء الرئيس مع الشباب أو العروض الافتتاحية والاستعراضية اللي ضمت نماذج من الشباب المصريين على مستوى العالم المقيمين في الخارج وأيضا شباب العالم من الدول المختلفة. وايضا الحوار الذي يعني اجراه سياده الرئيس مع شركاء التنميه ورجال الاعمال والمستثمرين، فالحقيقه في يعني ملحمه وطنيه وصوره رائعه لشكل مصر في هذا المنتدى. وطبعا لما رئيس مصر يتكلم عن اوضاع مصر الداخليه والتحديات التي تحيط بها ده بيأكد على ان كل الامور بتعرض بمنتهى الشفافيه امام العالم وان ما يحدث على ارض مصر سينعكس بشكل او باخر على المجتمع اجمع. طيب استاذ نيفين، من خلال متابعتك لما نشرته الصحف العربيه والدوليه حول فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه، ما هي ابرز الموضوعات التي ركزت عليها الصحف الدوليه؟ هل هناك ملفات مشتركه ركزت عليها ام ان كل دوله تناولت ملفا بعينه؟ كانت اهم الملفات هي لقاء سياده الرئيس مع المراسلين الاجانب، لان كانت الاسئله متضمنه يعني كل ما يخص يعني تعريف مصر او ما يحيط بمصر من تحديات او ما يحدث على ارض مصر من انجازات ومشروعات قوميه كبرى. نعم. كان في امور كثيره لازم تتضح للعالم ولازم يتفهم ايه الهدف المرجو من هذه المشروعات، وان هذه المشروعات يمكن لم تحدث على ارض الوطن منذ سنوات مضت. كمان المراسلين سالوا في كل التفاصيل، سالوا اسئله ما بين السطور، سألوا أسئلة يعني غاية الأهمية، الرئيس جاوب بمنتهى الشفافية ومنتهى الذكاء حتى على الأمور اللي كانت غير واضحة أو الأسئلة اللي كان يعني فيها شيء غير واضح، لكن الرئيس وضح الحقيقة كل ما يتعلق بمشروع حياة كريمة، مشروع المناطق العشوائية وبناء مساكن جديدة لسكان العشوائيات، كل ما يحدث من تنمية في هيئة الطرق وفي الزراعة وفي الصناعة، وما يحدث أيضا للشباب يعني لما يكون ممثلين للشباب من الأكاديمية الوطنية للشباب أو من النماذج الناجحة في كافة المجالات، ده بيأكد على أن الرئيس مهتم جدا بهذا الملف، مهتم بملف التعليم سواء قبل الجامعي أو الجامعي. الحقيقة كل الملفات اتشرحت في كافة الأسئلة اللي سئلت في هذا اللقاء، وكان يعني في إعجاب يعني كبير جدا لاحظناه على المراسلين الأجانب من شرح سيادة الرئيس والإجابة بمنتهى الوضوح. نعم، الأستاذة نيفين شحاتة نائب رئيس تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.